هلأ أنا عم بشتغل بالخضرة، عنا الخضرجي بيبعت لي خضرة، بحفر كوسة، منقمع بامية، فاصولية، هالقصص بالخضرة التابعة للخضرة. هلأ بالنسبة لبناتي أنا بتمنى أنه حطهم مدارس، وأمنيتي أنه أولادي يرجعوا على المدارس ويعني على الأقل يمارسوا حقهم بالتعليم. الوضع بلبنان والظروف الاقتصادية الصعبة هي اللي خلتنا نضطر أنه يساعدوني البنات بهيدا الشغل، فالوضع كتير صعب لحتى نقدر نأمن الأجار والمصروف والاشتراك وهو القصص الاحتياجات الإنسان. عندها هواية الرسم من هي وكانت صغيرة، فأنا كتير بحب إنه يكون عندها يعني تنمي هاي الموهبة وتشتغل فيها، مثلا تصير فاشن أو مثلا بهيدا الموهبة تفوت فنون جميلة، يعني تفوت بهيدا المجال لأني كتير عندها موهبة الرسم.